بسم الله الرحمن الرحيم. انا بس عايز اوضح المساله دي بسرعه، او هحاول ما اطولش علشان خاطر الفيديو ما يبقاش المساحه بتاعته كبيره. النتورك دي هي مرسومه جاهزه، مش بالطبيعي او دايما ان هي هتيجي جاهزه مرسومه، بس لسه الدكتور ما حددش، وممكن يجيب لي جدول وانا اللي هرسمها. ولو جاب لي الجدول بيحدد لي كل نشاط المده بتاعته قد ايه عشان يتنفذ، وايه النشاطات اللي هو معتمد عليها علشان يبدا. بمعنى ان مثلا ممكن يكون في نشاط معتمد على نشاط B معتمد على نشاط A وهكذا. طيب هنا بيقول لي calculate the time earliest and the time latest for all the activities. عايز هنا يحسب كل الايه الازمنة. التايم earliest اللي هي حاجتين، الearly start والearly finish، تمام. تاني حاجة التايم latest اللي هي الايه الازمنة المتأخرة، اللي هي الليت ستارت والليت فينش، تمام. طيب اول حاجه، النقطه الاولانيه دي نقطه البدايه دايما بتكون 0 0، جميل. بعد كده بنبدا النوت دي نقطه، النقطه دي نقطه انطلاق للانشطه. بمعنى ايه؟ ان انا بيكون عندي هنا 3 انشطه، ده نشاط المده بتاعته السهم بيعبر عن النشاط، لان النتورك دي اسمها اكتيفيتي اون ارو، يعني الانشطه موجوده على الاسهم، تمام. طيب نقطة الانطلاق اللي هي هنقول عليها الستارت مايلستون، ايه اللي هيحصل؟ هيبدأ منها 3 انشطة يبدأوا بالتوازي، النشاط اللي مدته رقم 6، النشاط اللي مدته رقم اللي هو مدته 9 ايام، النشاط الثالث مدته 4 ايام، جميل. طيب خلينا نمشي الجزء اللي فوق ده. اول حاجة من النقطة 1 اللي هو نقطة الستارت، النشاط اللي مدته 6 عشان يخلص، هيخلص امتى؟ هيخلص عند اليوم رقم 6، وده الجزء الاولاني من الرقمين اللي جنب بعض. خلينا نقول ان الرقم الاولاني ده بيعبر على الأزمنة اللي هو الايه الشبكة الفورورد كالكوليشن، اللي هي الايرلي تايم، تمام. الجزء الثاني من البوكس اللي هو الجزء اللي على اليمين بيعبر على الليت تايمز، جميل. طيب فاحنا اول حاجه بنعملها ان احنا بنمشي في المسارات وبنحسب الجزء الاول، النص الاول من الارقام اللي هو الايرلي تايم. هنا من هنا بيبدا من زيرو، اول حاجه زيرو، زيرو زائد 6 يديني هنا 6 6، بعد 6 ايام النشاط ده هيخلص، تمام. طب النقطة دي هل في أي أسهم تانية داخلة النقطة؟ لا مفيش، ما دام السهم الوحيد اللي داخل هو اللي جاي من النشاط ده يبقى خلاص، يبقى أنا متأكد إن أنا هحط رقم 6 في النص الأول من الإيه من البوكس. طيب اللي هو الوقت الإيرلي. طيب تاني حاجة الأكتيفيتي اللي تحت اللي هو رقم إيه اللي هو المدة بتاعته 9، هنا خلينا نأجل ده شوية، خلينا نتكلم على رقم 4 أسهل دلوقتي. ليه؟ لأن النقطة رقم 3 السهم الوحيد اللي داخلها هو اللي النشاط مدته رقم 4 أيام، فإحنا عشان كده هنقول 0 plus 4 equal 4، يبقى هنا نحطه هنا، تمام. في أي أسهم تانية داخلة للنقطة دي؟ لا مفيش، هو بس السهم الوحيد، يبقى إحنا بنحط الأربعة عن ثقة إن ده مش إيه مفيش فيه كلام. طيب بعد كده النقطة رقم 4، نقطة رقم 4 داخل لها كام سهم؟ سهم جاي من هنا من النشاط اللي هو مدته 2، وسهم جاي من هنا من النشاط اللي هو مدته 9، وسهم ثالث من النشاط اللي مدته 7. يبقى احنا كده عندنا هنا 3 سيناريوهات او 3 ارقام ممكن هيحصل لنا عندنا ان احنا هنختار ما بينهم. هو الصندوق بتاعها ولا الارقام بتاعتها مش مرسومة، فاحنا ممكن هنرسمها بالمنظر ده. عند النقطة 4 دلوقتي، أول حاجة هنا 6 جاي من فوق، 6 6 زائد الاتنين دي 6 و2 كام؟ 8. يبقى أول سيناريو إن هو يبقى 8. طب السيناريو التاني إن أنا هاجي من نقطة رقم 1 من هنا، نقطة رقم 1 زائد 9 بيساوي كام؟ 9. يبقى ده أول سيناريو إن هو يبقى 8، تاني سيناريو إن هو يبقى 9، تمام. طيب السيناريو الثالث ان انا جاي من تحت من هنا، من نقطه رقم 1 للنقطه رقم 3 عندي 4، ومن نقطه رقم 3 للنقطه رقم 4 عندي 7، يبقى 4 و7 كام؟ 11. يبقى ال 11 دي جايه منين؟ ايه؟ من السهم الثالث اللي هو جاي من الناحيه تحت من الاكتيفيتي اللي مدته 7. يبقى انا دلوقتي اختار ايه وانا ماشي في الفورورد كالكوليشنز او الفورورد باث؟ بختار الرقم الاكبر. يبقى هنا عندي 8 ولا 9 ولا 11؟ يبقى 11. يبقى انا هرسم هنا ايه؟
او هكتب هنا 11، يبقى ده التاريخ ده اللي هو الايه اليوم رقم 11، يبقى انا خلصت الثلاث مسارات بتوعي عند الوقت رقم 11. تمام خلاص، يبقى احنا كده وصلنا للنقطة دي. هنا النقطة رقم 6، جاي لها سهم واحد من النقطة رقم 4. 11 و 4، 11 زائد 4 زائد 5 سوري، يبقى كده 16. يبقى الرقم 14 ده اصلا المفروض يكون كام؟ يكون 16. طب هل عندي حسابات تانية احسبها؟ لا مفيش، لان هو السهم الوحيد او راس السهم الوحيد اللي داخل ناحية النقطة النود دي هي ايه اللي جاي من الاكتيفيتي اللي مدته 5، والاكتيفيتي اللي هو مدته 5 هيبدا من 11، يبقى 11 و5 16، هيخلص عند اليوم 16. تمام. طيب يبقى احنا كده خلصنا الجزء ده لحد هنا. النقطة رقم 5، النود رقم 5، النود رقم 5 انا بقول ان انا جالي من هنا الأربعة دي. تمام، 4 زائد 8 يبقى كام؟ 4 و 8 12، يبقى هنا كام؟ 12، اللي هي مرسومة أو مكتوبة هنا. تمام. طيب آخر حاجة الباص اللي في النص اللي هو عند النشاط اللي مدته 10، أنا يعني عندي هنا 11 هيبدأ من اليوم 11، 11 زائد 10 يبقى كام؟ يبقى 21. يبقى إحنا هنا هنرسم البوكس اللي هو بيعبر على إنهاء المشروع، يبقى ده هنا 11 11 و10، يبقى عندي سيناريو بيقول ب 21. طب ايه السيناريوهات الثانيه؟ الاسهم اللي جايه، السهم ده جاي منين؟ جاي من رقم من اكتيفيتي مدته 8 ايام وهيبدا من اليوم 16، يبقى 16 و8 يبقى كام؟ 24. ده السيناريو رقم 2. طب السيناريو الثالث جاي من تحت من هنا، يبقى هنا عندي الرقم اللي هو اللي هي 12 دي، ال 12 اللي تحت دي، ال 12 دي زائد الثمان ايام اللي هو النشاط اللي على السهم ده، 12 و8 سوري 12 و4 16، يبقى السيناريو الثالث رقم 16. طيب نختار ايه الرقم الاكبر اللي هو كام؟ 24. يبقى كده انا بقول ان المشروع ده هيخلص في اليوم ال 24. يبقى احنا كده خلصنا الكالكوليشنز بتاع الفورورد كالكوليشنز اللي هي حساب الاوقات الايرلي تايمز اللي هي دي. تمام، حسبناها لكل الانشطه الستارت بتاعها والاند. طب الستارت والاند لكل النشاط فين؟ هنقول مثلا النقطه 1 2 1 2، احنا حسبنا النص الاولاني من الازمنه، يعني النص الاولاني ده اللي هو الايرلي، الايرلي بتاع الاكتيفيتي اللي هو المده بتاعته 6، الايرلي تايمز بتاعته اللي هي ايه النص الاول من البوكس ده، هنقول ان هو بيبدا الستارت بتاعه من الزيرو والكومبليشن بتاعه او الايرلي فينش بتاعه 6. يبقى دي خلصنا النص الأول من المسألة.